بسم الله الرحمن الرحيم. من اعتصامنا المتواصل هنا أمام مبنى مجلس الوزراء البريطاني، أود أن أعبر عن أمرين من خلال هذا الاعتصام الذي نقيمه بشكله الأسبوعي والمتواصل. الأمر الأول متعلق بشهيدنا البطل الشهيد حسين مهدي، الذي قتل أو الذي تم تصفيته على يد جلاوزة النظام الخليفي. والأمر الآخر أود أن أعبر عن السياسة الخليفية الفاشلة في عملية وأدى هذه الثورة. ففي النقطة الأولى بالنسبة لاستشهاد شهيدنا البطل رحمة الله عليه، كان معتقلا وكان مطاردا ومن ثم تم تصفيته، وهذا الشهيد البطل هو واحد من العديد من أبناء الشعب البحريني الذين هم مطاردون والذين هم يريد النظام أن يتحين الفرصة في قتلهم وبأساليب بشعة كالتي لا لاحظناها بقتل الشهيد وأخفاء معالم الجريمة التي قام بها هذا النظام. رحمة الله على شهيدنا البطل، وبفضل دمائه والدماء الزكية لكل شهدائنا التي تسقط وتتالى في هذا السقوط سوف ينتصر إن شاء الله أبناء الشعب البحريني. وهذه رسالة عميقة من ضمن الرسالة التي يبعثها أبناء الشعب البحريني بأنه شعب معطاء وبأنه ما زال مستمرا في نضاله وما زال متواجدا في الساحات وفي الميادين وما زال يقدم هذه الدماء من أجل أن ينال حقوقه وأن ينال حريته وأن يسقط هذا النظام الخليفي الجاثم على صدره للمئات من السنين. الأمر الآخر أن السياسة الخليفية التي ينتهجها الاحتلال الخليفي هي سياسة فاشلة وقد وصلته إلى طريق مسدود، وأن سقوطه القريب أصبح حتميا إن شاء الله. لقد استخدم العديد من الوسائل كمطاردة النشطاء وتشويه سمعتهم والزج بهم في السجون واغتيالهم بعمليات القتل كالتي شاهدناها إلى شهيدنا البطل والتي تعرض لها العديد من الشهداء في الفترة الأخيرة. هي تأتي من ضمن سياسة تطبيق التي أوصى بها تقرير السيد شريف بسيوني. لقد تلطخت يد النظام في الفترة التي سبقت وجود لجنة هذه التحقيق، وكانت عمليات القتل عن جهية وكانت تكشف الوجه القبيح لهذا النظام، وقد أجلبت هذه اللجنة لكي تقيم هذا الوضع وتعطيه ويستخدم وصاياها ليس من أجل أن يوقف الانتهاكات، لأن لم نجد الانتهاكات قد توقفت لحظة منذ أن انطلقت الثورة في البحرين، بل وجدنا عملية التضليل وعملية الإخفاء للجرائم التي يقوم بها هو ما كان متبع وهو ما كان متفنن فيه. لهذا هذه الجريمة التي نشاهدها اليوم التي في قتل شهيدنا هي تأتي في سياق تطبيق هذه التوصيات، أن تقتل الضحية ومن ثم تخفي جرائم ومن ثم تخفي آثار هذه الجريمة. وبالتالي نحن امام فصل قد تطبق من نوفمبر من عام 2011، وهي ان اجلب الخبراء كجون تيمون وجون ييتس من اجل ان تبعث هذه الخبراء بان تطبق خبراتهم في عمليات القتل واخفاء هذه الجرائم. هذه الجريمه سوف تلاحق هذا النظام الخليفي اينما حل واينما رحل. قريبا سوف نشهد ان شاء الله بركات هذه الدماء سوف تنتصر على النظام الخليفي، وما النصر الا من عند الله.